غنسولوك على العاده اللي كديروها ملي كتذبحوا الحولي. ملي كتذبح الحولي كل واحد كيدير عاده، كاين اللي كيهز الدم كيدير لولده كيدير كيوليو هندي بكل تواضع. نتوما العاده ديالكم شنو؟ لا العاده ديالنا ما كيديرش هايكي. شنو كديروا؟ حنا كديروا الحولي الحنه كتحنيو ليه؟ غيبرز ديك الليله ديك الليله. ايوا شي عاده اخرى عاوتاني كديروها من غير الحنه؟ كيديروها سميتو ملي كيذبحوك كيديروا ديك بركوكس ولا الشهاده. بركوكس هذيك هي العاده. محمصه. وكتجي بنينه بكل تواضع. كتهرب عليهم بكل تواضع. تحياتي ليك وبارك واشرك. بكل تواضع خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولو على المغاربه العاده ديالهم ملي كيذبحوا الحولي. تلاقينا مع هذا الشاب هذا وغنسولوه، يعني ملي كتذبحوا الحولي واش شي عاده شي طقوس كديروها في الدار؟ اولا السلام عليكم، كنشكر كاع الناس كاملين. ومهم حنا تقريبا حنا في مدينه زاكوره. تحيه للناس زاكوره. الله يحفظك خويا، وكنشكر كاع الناس تما كاملين. والمهم كما كنقول لك حنا ما عندنا لا عاده لا والو، حنا داك الشيء عادي. الصباح هكا كاينو دبران كيشرب الحولي ديالو بعدا هو الاول. وسميتو حنا عندنا طريقه وحده هي كنشربوه باش يجي ساهل في السليق. اي شي يجي ناضي وهذاك. وكنديرو سميتو الكحول عاوتاني. الكحول من الحولي ضروري كتكحلوا لي وتسوكوا لي ضروري. هذه عاوتاني كدير هذه العاده عندنا حنا اصلا كنديروها تقريبا كلشي دوك المناطق كيديروها هكا. ولحقاش حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سميتو دار صلى الله عليه وسلم في ديك الايام ديال الصحابه راه كاينه ديك العاده تقريبا ديال الكحول هكا ولا لا؟ الكحول الحولي. واه المهم صافي هي هذيك كيدفحوا الحولي ديالهم عادي صافي. وكتبيع على التشنشيط. ضروري هذه كاينه التشنشيط. هذه راه حاجه كتلتهم بكل تواضع. هذه الحاله راه ما كت هذه ضروري خصها تكون. المهم اللي كيساليو الحولي ديالهم كل واحد عاوتاني كيمشي عند الاخرين. كاين الناس دابا اللي ما عندهم، الراجل اللي يكون في العوان كاين في شي خدمه ما مسعفاش انه يحضر، ربما كيمشيو كيسعفوا من الناس كيعاونوهم يذبحوا الحولي ديالو يعاونوه تيفصلوا ويقادوا العيب. هذه هي العاده الزوينه، هي نتعاونوا ضروري. هذه يعني حاجه ضروري، هذا عيد ديال التلاحم. ماشي غير ماشي التلاحم، اي بلاصه كاع في اي منطقه كاع في المغرب كامل. والمهم صافي ملي كيمشيو كيعاونوهم وكي سميتو كيرجعوا في حالاتهم بحال قلتي 12 الوحده صافي. الري بنادم كيريح راه ليا الشواع راه كيديروا التلاحم وكيديروا وكياكلوا اللحم ياك بكل تواضع الافتراس. تحياتي. الله يحفظك. تحياتي. الله يحفظك. شكرا. والمهم هي هذيك صافي حتى الليل عاد كيبدا عندنا عاوتاني حنا بولفاف. يعني الدقلابه وليدي. وكل منطقه وكيفاش عندهم العاده، كاين المنطقه اللي كيديروا بولفاف بالنهار غير مع الذبيحه مع بولفاف قد قد. دابا هذه العاده ديالكم نتوما ضروري. وتحيه للناس زاكوره بكل تواضع. تحياتي. تحياتي شكرا. كما العاده غنسولو على واحد الشاب. نعاودوها. خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولو الناس على اشنو هي العاده ديالهم ملي كيذبحوا الحولي. ونسولو الشاب شنو هي العاده ديالكم ملي كتذبحوا الحولي؟ العاده ديالنا معروفه في كازا، فهمتي؟ يعني ذبحوا الحولي كنشوط الريوصه كنبيعوا الفطاين فهمتيني. وبالليل كنديروا الشوا والخيلوطه. كديروا خيلوطه بكل تواضع ضروري. خيلوطه ولا الدرب تيتجمعوا خيلوطه، كنتجمعوا الدراري كنديروا خيلوطه تنضحكوا بها ديك يومين ولا ثلاث ايام صافي عاوتاني كترجع الايام عاوتاني عاديه. ولكن العيد الكبير عاوتاني ما كيكونش بحاله العام كامل فهمتش، حتى هذا يوم سبيسيال. يوم سبيسيال ديال الجناوه كل اللي كطيح فطاله كل اللي كطيح في الدار عندكم ما كيذبحوش الحولي وكيديروا داك الدم ويديروا لك نقطه وكتولي هندي. لا ضروري هذيك كيعلقوا لك الشحمه. الشحمه كيقول لك باش تجوج. باش تجوج فهمتي. وديك الساعه كمل من في العشيه عاوتاني الدار عاوتاني كيتجمعوا العائلات كيتجمعوا كل اللي ما كيشوفش الاقارب ديالو كيتجمعوا كيتشوفوا العيد الكبير. كتكون صله الرحيم. صله الرحيم ضروري. العيد الكبير معروف هذا الشيء، العيد الكبير وعيد الفطر ضروري تكون العائلات صله الرحيم. ولكن العيد الكبير نهار كيكون زوين. تبارك الله باين عليك وكلا باين تبارك الله في الماكله والشواء عارف تتسمى. تحياتي. الله يحفظك. شكرا شكرا. الله يحفظك. خرجنا كما العاده باش نسولو على واحد العاده اللي يعني في المدن المغربيه وفي المملكه المغربيه كاملين الناس كيديروها ملي كيذبحوا الحولي. ونسولو الاخ اش من مدينه بعدا؟ انا اخويا ولد قلميمه الراشديه. تحيه الناس قلميمه الراشديه تحيه لهم. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. العاده ديالكم انتم ملي كتذبحوا الحولي اش من عاده كتكون عندكم؟
اودي اش غنقول لك اودي الخوا العاده كاين اللي كيدير نقطه حمراء على جبهته كيولي هندي كيولي هندي يغني ميري زندي كي مهبط ماشي كيغني هذه عاده كيديروا عاده بكل تواضع وكاين عاوتاني ملي كيتزاد الصبي بحال هكا كيديروا في هذيك ديال الحولي ديال الحولي الشحمه ولا شنو المجبنه كيديروا هذيك الساك كيخشوا فيها الدري كيخشوا فيها الدري كاين هاد العادات وعلى حسب كل مدينه وعاد ديالها العاده ديالها وكيف كيبانوا لك هاد العادات اش غادي نقول لك ما نقدرش نحكم لك واش داكشي واش مذكور في القران ولا هذا الله اعلم يعني واش بدعه ولا ماشي بدعه واش غادي نقول لك من جهتي ماشي بدعه ماشي بدعه بكل تواضع بكل تحياتي ليك بكل تواضع واش راك مبروكه الله يبارك فيك تعيدوا تعاودوا